بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 44 بعد 100. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان، وبعد، يتكلم الشيخ رحمه الله عن الذين أسلموا من الصحابة رضي الله عنهم عام الفتح وعما جرى بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، فيقول: فالطلقاء الذين أسلموا عام الفتح مثل معاوية وأخيه يزيد وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية والحارث بن هشام وسهيل بن عمرو، قد ثبت بالتواتر عند الخاصة إسلامهم وبقاؤهم على الإسلام إلى حين الموت. ومعاوية أظهر إسلاما من غيره، فإنه تولى 40 سنة 20 سنة نائبا لعمر وعثمان مع ما كان في خلافة علي رضي الله عنه، و20 سنة مستوليا، وأنه تولى 60 بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم 50 سنة، وسلم إليه الحسن بن علي رضي الله عنهما الأمر عام 40 الذي يقال له عام الجماعة، لاجتماع الكلمة وزوال الفتنة بين المسلمين. وهذا الذي فعله الحسن رضي الله عنه مما أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم به، كما ثبت في صحيح البخاري وغيره عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم مما أثنى به على ابنه الحسن ومدحه عليه أن أصلح الله تعالى به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، وذلك حين سلم الأمر إلى معاوية، وكان قد سار كل منهما إلى الآخر بعساكر عظيمة. فلما أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على الحسن بالإصلاح وترك القتال، دل على أن الإصلاح بين تلك الطائفتين كان أحب إلى الله تعالى من فعله، فدل على أن القتال لم يكن مأمورا به، ولو كان معاوية كافرا لم تكن تولية كافر وتسليم الأمر إليه مما يحبه الله ورسوله، بل دل الحديث على أن معاوية وأصحابه كانوا مؤمنين، كما أن الحسن وأصحابه كانوا مؤمنين، وأن الذي فعله الحسن كان محمودا عند الله تعالى، محبوبا مرضيا له ولرسوله. وهذا كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أنه قال: تمرق مارقة على حين فرقة من الناس فتقتلهم أولى الطائفتين بالحق، وفي لفظ فتقتلهم أدناهم إلى الحق. فهذا الحديث الصحيح دليل على أن كلا الطائفتين المقتتلتين علي وأصحابه ومعاوية وأصحابه على حق، وأن عليا وأصحابه كانوا أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه، فإن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الذي قاتل المارقين، وهم الخوارج الحرورية الذين كانوا من شيعة علي ثم خرجوا عليه وكفروه، وكفروا من والاه ونصبوا له العداوة وقاتلوه ومن معه، وهم الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة المستفيضة بل المتواترة، حيث قال فيهم: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا عند الله يوم القيامة. آيتهم أن فيهم رجلا مخدج اليدين، له عضل عليها شعرات تدردر، وهؤلاء هم الذين نصبوا العداوة لعلي ومن والاه، وهم الذين استحلوا قتله وجعلوه كافرا، وقتله أحد رؤوسهم عبد الرحمن بن ملجم المرادي،
فهؤلاء النواصب الخوارج المارقون إذ قالوا إن عمر ومعاوية ومن معهما كانوا كفارا مرتدين، فإن من حجة المسلمين عليهم ما تواتر من إيمان الصحابة وما ثبت بالكتاب والسنة من مدحهم من مدح الله تعالى لهم وثناء الله عليهم ورضاه عنهم وإخباره بأنهم من أهل الجنة ونحو ذلك من النصوص. ومن لم يقبل هذه الحجج لم يمكنه أن يثبت إيمان علي بن أبي طالب وأمثاله، فإنه لو قال هذا الناصبي للرافض إن عليا كان كافرا أو فاسقا أو ظالما وأنه قاتل على الملك لطلب الرياسة لا للدين وأنه قتل من أهل الملة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالجمل والصفين وحرورا ألوفا مؤلفة ولم يقاتل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كافرا ولا فتح مدينة بل قاتل أهل القبلة، ونحو هذا الكلام الذي تقوله النواصب المبغضون لعلي رضي الله عنه لم يكن ليجيب هؤلاء النواصب إلا أهل السنة والجماعة الذين يحبون السابقين الأولين كلهم ويوالونهم فيقولون لهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير ونحوهم ثبت بالتواتر إيمانهم وهجرتهم وجهادهم وثبت في القرآن ثناء الله عليهم والرضا عنهم وثبت بالأحاديث الصحيحة ثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليهم خصوصا وعموما كقوله في الحديث المستفيض عنه لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، وقوله إنه قد كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي أحد فعمر، وقوله عن عثمان ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة، وقوله لعلي لو أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله تفتح الله على يديه، وقوله لكل نبي حواريون وحواري الزبير وأمثال ذلك. وأما الرافض فلا يمكنه إقامة الحجة على من يبغض عليا من النواصب كما يمكن ذلك أهل السنة الذين يحبون الجميع، فإنه إن قال إسلام علي معلوم بالتواتر قال له وكذلك إسلام أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية وغيرهم معلوم بالتواتر، وأنت تطعن في هؤلاء إما في إسلامهم وإما في عدالتهم، فإن قال إيمان علي ثبت بثناء النبي صلى الله عليه وسلم قلنا له هذه الأحاديث إنما نقلها الصحابة الذين تطعن أنت فيهم، ورواة فضائلهم سعد بن أبي وقاص وعائشة وسهل بن سعد الساعدي وأمثالهم، والرافضة تقدح في هؤلاء، فإن كانت رواية هؤلاء وأمثالهم ضعيفة بطل كل فضيلة تروى لعلي ولم يكن للرافضة حجة، وإن كانت روايتهم صحيحة ثبتت فضائل علي وغيره ممن روى هؤلاء فضائله كأبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم، إلى أن قال رحمه الله في حق معاوية رضي الله عنه فإن معاوية ثبت بالتواتر أنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم كما أمر غيره وجاهد معه وكان أمينا عنده يكتب له الوحي، وما اتهمه النبي صلى الله عليه وسلم في كتابة الوحي، وولاه عمر بن الخطاب الذي كان من أخبر الناس بالرجال، قد ضرب الله الحق على لسانه وقلبه ولم يتهمه في ولايته، وقد ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أباه أبا سفيان إلى أن مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو على ولايته، فمعاوية خير من أبيه وأحسن إسلاما من أبيه باتفاق المسلمين، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ولى أباه فولايته من باب أولى وأحرى. والله أعلم بهذا القدر، تنتهي هذه الحلقة، فإلى الحلقة القادمة بإذن الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.